نستأذن سيادتك ناخد النائب حسام الرفاعي. سيادة النائب ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك معايا سيادة النائب اللي هو سلامة الجوهري في الاستوديو، بسلم على حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك سيادة النائب المحترم. اهلا يا دكتور، كل سنة وانت طيب. اهلا بيك. طمنا سيادة النائب على اهالينا في سيناء اولا، وعن عمليات مجابهة القوات المسلحة للجماعات الارهابية في سيناء وتحديدا في شمال سيناء. وطبعا في البدايه لازم نقول ان الحرب دي موجهه ضد الدوله المصريه ككل. طبعا في دلوقتي 4 سنين والجيش المصري والشرطه المصريه وابناء سيناء من المدنيين بيواجهوا عمليات ارهابيه قذره، ويمكن الناس بتشوفت العمليات الضخمه واللي بيروح فيها شهداء بعدد كبير، لكن العمليات بتاعت الارهابيين لم تتوقف ضد الجيش والشرطه والمدنيين على مدار اليوم. طبعا هناك جهد مبذول، ولكن يبدو انه الناس دي طبعا عشان ما حدش يتكلم، هو تنظيم دولي وامكانيات وتفوق انها احداث فرديه. احنا طبعا جيشنا بندعمه بكل قوه، احنا صامدين على الارض مع جيشنا وشرطتنا في مواجهه الارهاب اللي بيهدف الى محاربه الدوله المصريه وتفريق سيناء واخلاءها من البشر، عشان يتحقق هدف اعداء حقيقيين اخرين كلنا بنعرفهم. احنا المشكله بس عندنا اللي بنواجهها بعض الدعاوى الاعلاميه اللي للاسف الشديد بعد كل حادثه بيطلعوا يشككوا في ابناء سيناء ويطالبوا باخلاءها ويطالبوا بتهجير ابناء سيناء، وده الخطر الحقيقي اللي بيمثل خطر على الدوله المصريه اكثر من الارهابيه. العمليات الارهابيه قلت في الفتره الاخيره في شمال سيناء تحديدا سياده النائب. النوعيات اختلفت لكن هي شغاله، يعني هم يومي بيستهدفوا، في عندي خطف المدنيين وذبح المدنيين واستهداف لافراد بطريقه فرديه، ولكن العمليات الضخمه دي حصلت وعددها قل لكن موجوده مستمره. يعني اهالينا في سيناء وتحديدا في شمال سيناء بيكافحوا ده ازاي مع القوات المسلحه؟ احنا انا عندي اولا طبعا في تعاون لوجستي مع جيشنا وشرطتنا، بدليل ان هناك اكثر من 400 حاله ذبح ونشرت في فيديوهات لابناء سيناء من المتعاونين مع قوتنا من الجيش والشرطه. التعاون احنا علاقتنا دايما ابناء سيناء بالجيش المصري علاقه وطيده، لان لغايه بدايه بعد التحرير كانت سيناء ما فيش فيها الحكم المحلي، وكان اللي بيحكم سيناء دايما هو الجيش المصري، والعلاقه وطيده بين الجيش المصري وابناء سيناء. التعاون طبعا التعاون هو التعاون الجيش، يعني المعلومات بيتعاونوا ابناء سيناء، لكن في بعض المناطق اللي تم اخلاءها بالكامل ومنها المنطقه اللي حصل فيها الحادثه دي، معظم القرى اللي موجوده تحت وطاه الحرب نزحت من المناطق دي وسكنت مناطق اخرى داخل العشش في منطقه العريش ودير العب، وده يمكن الفرار السكاني هو اللي خلى ان العمليه دي تتنفذ بالحرفيه العاليه دي، لكن هم في وسط السكان عملياتهم مختلفة، لأنه بيضرب ويجري، لأنه في وجود السكان هم الدرع الواقي، وزي ما جيشنا هو درع لينا احنا برضو درع لقواتنا. يعني سيادة النائب عايز تقول ان المناطق دي مناطق خالية عشان كده الارهاب بيتحرك فيها بحرية؟ طبعا المناطق اللي حصل فيها الحادثة الكبيرة دي مناطق خالية، لان الحرب فيها بقى لها 4 سنين ومعظم سكان القرى اللي من في جنوب الشرقية والرفح. يعني سيادتك ضد فكره اخلاء بعض الاماكن والمدن القريبه من الحدود اللي هي يعني ممكن مجابهه الارهاب فيها بشكل قوي. الشعب المصري والدرع الحقيقي مع جيشه وشرطته في مواجهه الارهاب، لكن تفريغ سيناء ده له اهداف اخرى، وخاصه من العدو الحقيقي اللي احنا كلنا بنعرفه. يعني انا عايز اتكلم مع سيادتك بشكل يعني في شفافيه، وانا عارف ان سيادتك هتتكلم بشكل قوي جدا في الملف ده لانك انت من اهل المنطقه. اهالينا في سيناء بيتعاونوا اولا مع القوات المسلحه بشكل قوي، ثانيا العمليات اللي بتتم، يعني الجماعات دي بتخش سيناء ازاي؟ يعني الجماعات الارهابيه دي بتتعايش في سيناء ازاي؟ طب ما كل قبيله ابناء القبيله كلهم عارفين بعض،
وكل قبيلة عارفة القبيلة التانية. لما يخش فرد غريب داخل القبيلة أو داخل المناطق اللي زي دي أكيد بيبقى معروف يا سيادة النائب. هو أولا لازم نعرف إنه الإرهابي ما معهوش كرنية. يعني تعرف مين؟ قد يكون العمل الإرهابي داخل مثلا مدينة زي القاهرة واحد هو الإرهابي جاهز لأبوه نفسه في بيته ومحدش حتى أسرته ما بتعرف ونزل حط كيس فيه أبوه نفسه. اما الحدث اللي زي اول امبارح احنا اللي بنتساءل الناس دي جت منين؟ يعني الناس دي بالعدد ده بالكثافه دي بالتنظيم ده جم منين؟ ما هو بالظبط ده اللي بسال حضرتك عليه. يعني دخول ناس زي دي في المكان ده اكيد متواجدين بقالهم فتره، اكيد بيرتبوا للعمليه بقالهم فتره. الشيخ اللي هو سلامه يقول لحضرتك المنطقه اللي حصلت فيها الحادثه دي منطقه مفرغه من السكان دلوقتي خالص تماما. منطقة صحراوية حتى القرى لو لاحظت حضرتك ان الكمين موجود في منازل الناس. يعني في بيوت الناس، معناه ان هل الناس دي موجودة جوه البيوت؟ لا، المنطقة دي خالية تماما اللي حصل فيها الحادثة واللي بتحصل فيها الاحداث اللي هي الحوادث الضخمة بالتنظيم ده بعدد السيارات دي في مناطق غير مأهولة بالسكان تماما. يعني يا سيادة النائب الجماعات دي متعايشة خارج الحدود ولكن يعني بتيجي تنفذ العمليات دي من خارج الحدود؟ مساحة شمال سيناء أو سيناء كلها 60,000 كيلومتر مربع. وطبعا فيها مناطق جبلية ومناطق حدودية. احنا ما ننساش ان في منطقة حدودية بيننا وبين إسرائيل حوالي 180 كيلو. تمام. احنا اللي بنتساءل العربيات دي بتيجي منين بالعدد ده بالكميات دي؟ دول مش موجودين داخل المدن ولا ما بين الناس. يعني عربيات بالشكل ده ودفع رباعي بالشكل ده وكميات بالشكل ده واسلحه بالمظل الحديث ده بالتسليح ده احنا اللي بنسال الناس دي بتيجي منين؟ ولابد ان احنا نعرف حقيقه الموضوع ده لان زي ما قلت لك والست اللي هو هياكد على الكلام ده ان المنطقه اللي حصل فيها الحادثه والمنطقة اللي بيحصل فيها الحوادث الضخمة دي بالتنظيم ده مش داخل المدن ولكن في مناطق صحراوية، بيجوا المناطق الصحراوية القرى الموجودة حوالين الكمين أو المساحة دي كلها مهجرة، الناس سابت بيوتها من أكثر من 3 سنين نتيجة للحرب لأنهم معرضين، أبناء سيناء دايما معرضين للإرهاب والحرب على الإرهاب برضه بتطولهم. هو سيادة النائب أي واحد حتى لو افترضنا أن الجماعات الإرهابية دي بتيجي من خارج الحدود، الجماعات الإرهابية دي لازم يبقى معاها لازم ولا بد يكون معاها ناس داخل المناطق دي بتعرفهم الضروب دي إزاي والمدقات دي بتودي على فين. من المؤكد أن هم طبعا دارسين كل حاجة. من المؤكد لا ننكر أن ممكن يكون حد من أبناء سيناء لان احنا مجتمع مش ملايكه ولا مجتمع شيطان. سياده النائب سلامه عايز يسال حضرتك سؤال. لا وانا بس انا بقول لسياده النائب حسام دكتور حسام مساء الخير يا فندم. هو فعلا سيادتك متفقين ان هي منطقه مفرغه بس انت عارف سيادتك دي طبقا لتعليمات القياده السياسيه ان حفاظا على ارواح المدنيين وخاصه ان هم في بدايه عملياتهم كانوا بيتخذوا المدنيين كضروع بشريه وبيحتموا بالبيوت وانا كنت طلعت مع سيادتك في احدى الحلقات والكلام ده كان فعلا موجود ويمكن قلنا برضو لازم نحافظ على حياة المدنيين حتى لو الإرهاب جوه لازم نحافظ على حياته فيمكن ده عملية التفريغ فعلا عشان حفاظا على حياة المدنيين لأن هم كانوا بيتخذوا أساليب قذرة إن هم بيحتموا بيه فيمكن المنطقة اتفرغت فعلا. أنا مع سيادتك برضو إن من ضمن الناس الجثث اللي موجودة من الإرهابين ديت إن في ناس غزاوية وأنت عارف سيادتك أنا ما بقولش طبعا أنا دخلت سينا وقعدت في بلوزه وفي رمانه والعريش وبير العبد دارسها كويس جدا ومش هننسى بطولات السيناويه في من هقول من 67 وحرب الاستنزاف و73 وعملياتهم والمعلومات اللي كانوا بيوصلوها من على الشاطئ لحد بورسعيد كل الكلام ده ما فيش اي شك في هذا الموضوع ولكن حياتك ان فعلا ان في ناس من الارهابيين دول ان هم غزاويه وانت عارف حياتك ان الغزاويه هناك ان الناس دي كانت متعايشه كانت زمان غزه وتحت الحمايه المصريه الاداره المصريه وموجوده وكان الناس موجوده وهم على علم تام جدا برضو بضروب سيناء ولهم اقارب ولهم تناسب والكلام ده كله فطبعا انا من ناحيتي انا بشير باصابع الاتهام الاولى للحمسويه اللي موجودين في غزه وخاصه ان في عناصر فعلا منهم موجوده
اما بالنسبه لعربيات حياتك فانا بقول ان هذه العمليه مش وليده اللحظه، لا مع سيادتك ان دي تدريبات قويه جدا وراء تنظيمات دوليه من بره، وان بس هو حصل تجميع العربيات دي كلها في نقطه معينه في داخل سيناء. يعني النهارده عدد 15 عربيه ضفة رباعي، انا بدي مع حضرتك تمام يا اما النهارده بطريقه ما ان في احد الانفاق قدروا ان هم يعدوا منها من على الحدود، او من ده تجميع من قديم من موجود من الحدود مع ليبيا وقت الانفلات وما يحدث في ليبيا، يعني بطريقه ما العربات دي اتجمعت واتجمعت في مكان معين. اكيد الناس دي حضرتك بيبقى ليها اعاشات وليها طلبات معيشيه معينه، وانت حضرتك عارف طبعا وانت عايش في قلب المنطقه ان اساس مكافحه اي ارهاب هي المعلومه، فالمعلومه حضرتك القوات المسلحه طبعا ما ننكرش ان في تعاون، ولكن هي عايزه سيادتك شويه ضغط شويه في عمليه المعلومات. وانا عارف ان اللي حصل في الحالات الكثيره جدا اللي تم الاعتداء فيها على اهالي سيناء عشان متعاونين مع قوات المسلحه على علم ودرايه بيها، ويمكن ديت هل ديت اثرت مع بعض الناس يعني خلتنا بس ما اعتقدش برضه السلامه دي احنا بنتكلم بنقول ان احنا عايزين نوضح للناس ان الناس دي مثلا ما مشيتش من حضرتك عارف العريش كويس ما مشيتش بال 15 عربيه دول من في وسط شارع 23 يوليو في العريش او في وسط مدينه الشيخ زويل والناس اللي تسقف لهم. الناس دي يعني فيهم ناس احنا انت حضرتك عارف تجميع من فتره قريبه المعركه اللي حصلت ما بين القبائل وداعش ومساندتهم القوات المسلحه وحجم الخسائر اللي تعرضوا ليها. تمام. ما بين قبيله ترابين تحديدا والدواعش في منطقه قريبه من المنطقه دي. احنا بنتكلم بنقول انه احنا ابناء سينا كلنا ضحايا الارهاب وضحايا الحرب اللي موجود. فيعني انا عندي مجند من ابناء قبيله السوالكه من ثلاث ايام، هو مجند خارج مدينه العريش جاي في الاجازه، تم استهداف وقتله. يعني احنا ضحايا، يعني الفكره ان احنا نتكلم محتاجين تعاون ماشي، لكن التعاون موجود وهناك ادله كبيره على التعاون. وانا يكفيني انه ما في طلع مسؤول من اول رئيس الجمهوريه الى وزير الدفاع الى وزير الداخليه في اي حادثه او في اي حدث الا بيشيد بدو ابناء سينا وتعاونهم. انا نفسي بس لكن نفسي هل التعاون ده بيعلن عنه؟ لا لا لا، بص حضرتك القوات المسلحه عارفه، انا قلت في اول كلمتي ما فيش طبعا، التعاون ده معروف ووثيق وبالمعلومات انا عارف، لان انت عارف حضرتك انا شغال في المخابرات الحربيه، فانا عارف 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 ان في هناك تعاون وثيق، ما فيش ما اقدرش اتكلم في هذا الموضوع نهائي. بس انا بطلب سيادتك مش مع رايي بقى دلوقتي ان احنا على الاقل، انا بقولش تهجير، انا ضد التهجير، لان التنميه بتواجد السكان وتواجدهم في اماكنهم هو ده، واحنا بنطالب بتعمير سين. ولكن انا كان ليا مطلب مش عارف سيادتك هتوافقنا عليه ولا لا، كنت اتمنى ان احنا نيجي من على شريط الحدود نقول لمسافه 10 كيلو مش عايزين نزرع زيتون هناك لفتره معينه لحد ما ننظف، لان انت عارف حضرتك اشجار الزيتون لما بتبقى كثيفه ما بتشافش حد فيها خالص. فاحنا هل الكلام ده حصل يا ست الناس؟ حصل دلوقتي، حصل بالفعل. هو في المنطقه الحدوديه في منطقه رفح تحديدا تم اخلاء منطقه والناس تعاونت والناس طلعت. كم كيلو كم كيلو يا دكتور؟ يعني احنا عايزين نعمقها شويه. بس يعني عمقها دي حضرتك بتاخد مدن، لو في مصلحتي عمقها. احنا اقول لحضرتك ان الدفاع الحقيقي عن حدود مصر هو تعميرها. تمام، معاك. النهارده مثلا مدينه رفح كل عمقها 3 4 كيلو. لا معاك يا فندم، بالتعمير لازم السكان. لا ما انا بقولش تهجير، انا ضد تهجير وهذه الكلمه تماما، انا ضد هذه الكلمه تماما. وسياده النائب، انت رؤيتك في مجابهه الارهاب في سيناء بالتنميه، يعني لازم محور التنميه يبقى مستمر مع مجابهه الارهاب. يا ريس خلينا نتكلم بوضوح ان سيناء كانت سيناء لغايه ال 15 مايو 48 واعلان دوله اسرائيل كان ما فيش قلق فيها خالص، لغايه لما اعلنت دوله اسرائيل واعلنوا صراحه حلمهم من النيل للفرات، وكانت سيناء ولا زالت هي المطمع. فكنا دايما ما بين نظريتين، نظرية إخلاء سينا واعتبارها منطقة عسكرية، ومن خلال النظرية دي تم احتلال سينا مرتين 56 و67 وبعد العودة والتحرير في أكتوبر والعودة بعد السلام فكرنا بطريقة تانية أن الإخلاء خطر، ف
فكان لابد من تنميه وتعمير سيناء وملئها بالبشر المنتج، وكان هناك خطط طموحه لتحقيق ذلك تراجعت. واحنا اللي بنتساءل ليه تراجعت الخطط دي، لان كان المفروض النهارده في 2017 يكون عندي. لكن دلوقتي في استراتيجيه محترمه جدا للتنميه في سيناء سياده النائب، يعني احنا بنشوف مشروعات قوميه بتتعمل دلوقتي. ما انا بقول لحضرتك احنا كان عندنا مشروع قومي لتنميه سيناء، كان الهدف منه اعاده توطين واستقطاب 3.2 مصري من الوادي عشان يكونوا سيناء. كان المفروض في 2017 النهارده المشروع القومي لتنميه سيناء، النهارده عدد سكان سيناء اقل من عدد سكانها وخاصه منطقه وسط سيناء في 82. لازم نراجع كل الكلام ده، ولازم اخطائنا اللي وقعنا فيها ووصلتنا للي احنا فيه ما نكررهاش. ومنها التخطيط المكتبي من داخل غرف مكيفه لسيناء او غير سيناء. سياده النائب حسام الرفاعي، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا.